تعالي بسرعة. زمان أول بيتين أشوف. وجدة، وين غطوتك؟ بأشي سيكل عشان سابق عبد الله. وبعدين إذا ركبتي سيكل ما تقدرين تحملين ولا تجيبين عيال. غالي عليك. بعطيك 10 ريال. 20. والله. إي والله. والله يعني ما تدري بنات ما يركبون السياكل. اللي تدري زين عن وش أتكلم، وتدري ما بيك فيها سيكل لأي أحد. شريط منوعات بما احنا صرنا اصحاب الان. شو رايك في الفستان؟ تلاقين بيعجب ابوك؟ انت جيبي الورق دوم. احنا عارفين الاثنين انه ما راح يصير. ما عندكم سالفه غير العرس. ايش عندك واقفه عنده؟ اشترت عائله ابوك المبجله. تحبينه؟ ابوك؟ ابوك كان اول رجل في حياتي وان شاء الله الاخير. يعني شو نسوي فيك الحين؟ نطردكي؟ كل هذا ليش؟ عشان ما خليتك تشتري سيكل؟ طيب بعطيك 5 ريال لو وقفتي الصياح. تحسبين انك تقدرين تسوي اللي تبينه وما حد يدري عنك؟ طيب ايش رايك نزوجك؟ اها ما يضحك. ثم منك، إذا بغيتي شيء ما حد يقدر عليك. وجدة.